السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة المرابطون وتتابعون في عناوينها. الرئيس الموريتاني يشرف على انطلاق بعض المشاريع الزراعية بمقاطعتي كرمسين وروسو في ولاية ترارزه. اختتام فعاليات لقاء الرئيس والشباب وإعلان إنشاء مجلس أعلى للشباب أبرز ما تمخض عنه اللقاء. أنباء عن عقد مؤتمر استثنائي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتوقعات بإجراء بعض التغييرات على مستوى المكتب التنفيذي للحزب. أهلا بكم. أشرف الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بمقاطعة كرمسين بولاية ترارزة على انطلاق مشروع قناة أفطوط الساحل للري، ويضم المشروع الذي يهدف إلى استثمار أكثر من 16,000 هكتار مكونات، من بينها مكونة التنمية الحيوانية التي ترمي إلى تحسين المراعي وبناء مصنع للألبان ومركز للتلقيح الصناعي وتوفير المياه لسقي الماشية. وفي بلدة كك شمال شرقي مقاطعة روسو أشرف الرئيس الموريتاني كذلك على انطلاق برنامج استصلاح 3,260 هكتارا تبلغ كلفتها المالية 10 مليارات أوقية، ويتوقع أن تنتهي هذه الاستصلاحات في أجل أقصاه 18 شهرا. أعلن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز عن إنشاء مجلس أعلى للشباب يتمتع باستقلالية تامة. جاء ذلك خلال حفل اختتام لقاء الرئيس والشباب الذي دام 2 يوم وتخللته العديد من ورشات النقاش والتقييم. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. وجاء من أقصى شعب القصر الرمادي نبأ بإنشاء مجلس أعلى للشباب كأولى ثمار لقاء الشباب والرئيس في ليلته الثانية بأحضان حديقة القصر الرئاسي، وسط تأكيدات من الرئيس محمد عبد العزيز بأن المجلس سيكون ذا طابع مستقل. إنشاء مجلس أعلى للشباب يتمتع بالاستقلالية التامة بعيدا تماما عن التسيس، تستند إليه مهام تنفيذ توصيات الصادرة عن لقائكم الميمون. اللقاء تميز بتقديم تقارير نهائية عن الورشات التي شملها في الصحة والتعليم وغيرها من الملفات التي قدم فيها المشاركون الشباب تصوراتهم. لقاء الشباب والرئيس واجه عديد الانتقادات من قبيل أنه حملة استباقية للحملة الرئاسية التي باتت تطرق الأبواب، إلا أن بعض المشاركين أبدوا إشادتهم باللقاء. نشكر أولاً هذه المبادرة التي سمحت للشباب الموريتاني بمختلف تخصصاته أن يشارك بأفكاره وبجهوده لكي يقدم حلول جدية للمشاكل التي يعاني منها الوطن. احنا جينا هون هدفنا الأساسي هو تعزيز الخدمات التي يقدم الدولة ويقدم القطاع الخاص من أجل بناء موريتانيا جديدة. في وقت سجل البعض الآخر ملاحظات على اللقاء الشبابي مع الرئيس. نتمنى بقوة على هذه الحلول، عنها ما تعدل بها الحملة ولا تعدل بها الرئاسيات، عن تنحل بها الأوضاع واللي تواجه المجالات وتؤخذ بعين الاعتبار ولا تعود مجرى للانتخابات. لتطوى بذلك صفحات النسخة الأولى من لقاء الرئيس والشباب، أنتم الأمل بآمال عديدة في أن تتجسد الأفكار والرؤى على أرض الواقع. من جهة أخرى، أشاد عدد من الشباب بقرار الرئيس الموريتاني إنشاء مجلس أعلى للشباب واعتبروه خطوة إيجابية نحو الاهتمام بهذه الشريحة،
وقال الشباب في وقفة نظموها أمام القصر الرئاسي بنواكشوط إن المجلس الأعلى للشباب يعتبر أبرز المطالب التي كانوا يطالبون بها منذ فترة. جينا اليوم للترحيب بقرار رئيس الجمهورية استحداث مجلس أعلى للشباب، مرحبين بهذا القرار اللي يعتبر مطلب تاريخي من مطالب التيار، واللي وقفنا في نفس هذا المكان في مثل هذا الوقت السنة الماضية للمطالبة به، بالتالي مرحبين بها شد الترحيب ومذكرين وتوف أنه كان مطلب تاريخي بالنسبة لنا وتحقق، وراجين يكون في خير كثير للشباب الموريتاني. قالت مصادر إخبارية إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيعقد مؤتمرا لمجلسه الوطني الأسبوع الجاري، وتتوقع هذه المصادر أن يتم خلال المؤتمر الاستثنائي تعويض بعض الحقائب الشاغرة في المكتب التنفيذي للحزب واختيار أخرى جديدة. ويأتي هذا المؤتمر بعد أقل من 3 أسابيع على عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا تم خلاله اختيار إسلكو لزيد به رئيسا جديدا للحزب. نظمت حركة تحرير الأفارقة الموريتانيين الزنوج المعروفة بفلام لقاء جماهيريا حضره المئات من منتسبي وأنصار الحركة، تحدث خلاله قادتها عن موقفهم من بعض القضايا المرتبطة بالإرث الإنساني والوحدة الوطنية في موريتانيا. هذا أول لقاء مع المؤيدين ومناصرين لحركة فلام، نشرح من خلاله متى نظمت هذه الحركة وما هي أهدافها، خاصة ما يتعلق بالإرث الإنساني والوحدة الوطنية، ولكن وحدة في المساواة وكثير من الأشياء تتعلق بموريتانيا متعددة، موريتانيا متوحدة. إذن هذا بصفة عامة سنشرحه من خلال هذا المهرجان. طالبت جماعة أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم السلطات الموريتانية بتطبيق الشريعة في كاتب المقال المسيء إلى الجناب النبوي، وأكدت استمرارها في الدفاع عن المقدسات الإسلامية التي أضحت تواجه موجة من الإلحاد والتطاول. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجماعة بدار الشباب القديمة في نواكشوط حول محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أي فئة دعوي محسوب على أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشاك عن حد قديابة عن المسمى له، معناها أن أي جماعة أخرى خيرة طيبة على بابها مدافعة عن دين الله وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا مستعدين نعطوها خزايمنا اللي تعديه تقودنا شرط اللي ندور، معناها أن ما ندور رياسة ولا ندور سياسة ولا يعني منافسي من أجل المنافسة، منافسي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السنة. ونذكركم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ولا شك أنكم تعلمون جميعا أن هذه المهرجانات وهذه الأمسيات هي نتاج من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكم يا أحباب رسول الله، لولا الله ثم أنتم لكان ملف المخيطير قطوية ورمية في مزبلة التاريخ، لكن الجماعة أبت بفضل الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون هذا الملف مفتوحا حاضرا دائما من أجل غرقه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يشكو مركز الاستطباب بمدينة ألاج عاصمة ولاية البراكنة مشاكل عديدة ليس أقلها نقص الطاقم الطبي وغياب الرعاية الصحية، ويطالب سكان المدينة الجهات المعنية بتوفير المستلزمات الضرورية للمركز من أجل الاطلاع بالدور المنوط به. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مدينة ألاج عاصمة ولاية البراكنة مدينة تأخذ كمشاربها للوهلة الأولى بالسكينة والهدوء، إلا أن ذلك الهدوء سرعان ما تبدده المشاكل التي تواجه سكان المنطقة، خاصة ما يتعلق منها بالجانب الصحي. مركز الاستطباب بمدينة ألاج الذي يأتي إليه الساكنة من كل أرجاء المقاطعة بحثا عن بصيص أمل في الشفاء يعتبر من أهم المراكز في المدينة من حيث تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كما يقول القائمون عليه. يعتبر ركيز نقول المنطقة تعتبر كزاد يجوها ياسر من الحوادث،
لذلك هو ركيزة أساسية بنقر الصحة، لأنه يتلقى تقريبا نسبة ما يقارب تقريبا 50% من الحوادث اليوم يشوفوها اليوم، يعدلوا كيزات يستقبلوا يعدلوا الإجراءات، لمن يقدروا داوا هون يداوا، لمن هم ما يقدروا داوا يوفق. لكن بعض المرضى يشكون من نقص الطواقم الصحية وغياب الرقابة اللازمة من طرف الجهات المعنية، ما جعلهم يطالبون بالرعاية والاهتمام اللازمين. الأطباء هنا بالمرضى ما معتنين بهم، بهم عدينهم شي صوه شنو ندو، طيح الدقة على رقاش يمشي لو درهم ما يجبرهم منين يجيهم، واللي لا ما اعتنوا به هون قاعد لا ما في طلب. أنا البارح طاحت باسري شرم صخرني ليلة تامة يرفت شرم، قلت لهم خرصوا هلا سألوا عنه الدقة وسوه خلاه وقالوا يتمي ماشي. ورغم شح الموارد الطبية وقلة المصادر البشرية والخدمات الصحية في هذا المركز، إلا أنه يظل من أهم المراكز الصحية في المدينة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة، وقد تابعتم في أبرز عناوينها: الرئيس الموريتاني يشرف على انطلاق بعض المشاريع الزراعية بمقاطعتي كرمسين وروسو في ولاية ترارزة، اختتام فعاليات لقاء الرئيس والشباب، وإعلان إنشاء مجلس أعلى للشباب أبرز ما تمخض عنه اللقاء، أنباء عن عقد مؤتمر استثنائي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتوقعات بإجراء بعض التغييرات على مستوى المكتب التنفيذي للحزب. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة بثنا الحي على موقعنا الإلكتروني المرابطون.tv. في أمان الله.